أهل غزة قلبنا وياكم، وأنا شخصيا وطبعا ويانا كثيرين وآلاف من الناس متألمين من اللي بيحصل، وعلى قدر الإمكان بنشارك في ما تقدمه الدولة من معونات مساعدات مساعدات، وإن كانت دي يعني لا تمثل شيء كبير. بنصلي كتير إن ربنا يدي حكمة للمسؤولين على أرض فلسطين، يعطي حكمة وحكمة تدبر، لأن ورانا ناس، أي مسؤول وراه ناس وراه شعب، فإذا ما كانش بيتحرك زي ما بنقول يمشي على قشر بيض، يعني واخد باله من كل خطوة ومن كل كلمة ومن كل حركة، نتمنى ان الأزمة دي تنتهي، ونتمنى ان الجراح يتم تضميدها، وان يتم إعمار غزة وترجع الحياة السليمة والجميلة. والسلام.